انت قال النازل بكركو ليه؟ ودى البرعي والخنجر وفي الفيسبوك وهؤلاء تكفيريين وهؤلاء يا حكومة الحقينة وكده ليه؟ لأنه الشغلة دي مشت تمام. ودي أقوى دعوة، لأنه دي دعوة الله مش نحن، نحن ضعاف عرفته وفقراء. ربنا قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دي لأنها دعوة الله عشان كده ما بتتحارب. شيخ اللمين الصعلوك ذاك مش قال داري حرب الدعوة دي؟ وينه هسا؟ وين محله؟ تعرفوا؟ كسروا الزاوية بتاعته بالبوكلين كوف كسروا عليه، وصادروا أمواله مليارات في الإمارات، وطردوا من السودان. طبش مش قاعد مع الكفار، بنات لابسات أرضية قال بيذكروا الله معاه، دي علينا نحن؟ طفش مشى. الإزارك حسين خوجلي ذاك زول العجيب ذاك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جابوا في غناته غناة أم درمان، قال لي ضيع لي بس الدين ده، وذاك شغال. قال لهم يا أخي الله ما في السماء، قال لهم الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا جوا العالم لا برا العالم، معناته ما في. أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. وقال لو قلت لي الله في السماء، قال الله قال إذا السماء انشقت لما تنشق الله بيتلب. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى انتغم منه وطفش، خلى البلد دي نهاية بفضل الله سبحانه وتعالى. خروج بدون عودة، وإن جيت بتلقانا إن شاء الله قاعدين لك هنا، ده نردمك تاني تمشي بلد تانية. فدي أقوى دعوة الليلة، كل الناس بيصرخ، كلهم بيصرخوا، حتى الخنجر. ودي القصة اللي ما دي حايمة، الخنجر طلب مني مناظرة، قال دار مزمل وأن يحشر الناس ضحى. دورنا طوال العربية بتاعت إخواننا دي ورر، كبينا جاز ب 200 جنيه، مشينا خشينا القطينة لقينا طفش. قالوا طفش بالليل، ما أعرف الساعة 2 صباحا 12 بالليل طفش بالليل، حتى ناس الحين لا قايل انه قاعد ما قايل انه طفش. دي دعوة قوية جدا، نحن ذاتنا لو تلكلكنا بنطفش. دي دعوة قوية بفضل الله، ومن المنبر ده بنتحداهم شتى الناس الزعلانين والجرائد اللي بتكتب وقاعد تقول نحن تكفيرين، ودي الناس منافقين وكذابين ومجرمين ودجالين، عارفين انه نحن اللي قاعدين نحارب لهم التكفيرين، دي معلومة عارفينها كويس. وعارفين لما داعش كانت منتشرة ومشهورة والشباب بيمشوا من وين ومن جامعة وين يسافروا من هنا ده يمشوا لداعش في ليبيا وسوريا وين وين، كل الأحزاب خايفة تتكلم عن داعش. حتى واحد من دكاترة أنصار السنة الكبار سألوه عن داعش في كسلة، قالوا له السؤال في المحاضرة، قال الموضوع ده خلوه يا جماعة عليكم الله، كرفس الورقة وقعد. فعرفوا إنه لما الجماعات دي كلها خافت من الكلام في داعش وضلالة وبدعته وانحراف على الإسلام الصحيح، ما في ناس صدوا لهذا المنهج الخارجي الباطل إلا هؤلاء الإخوان السلفيين في قاعة الصداقة في القاعة الرئاسية، درشوا ناس داعش وجغموا بفضل الله عز وجل. الليلة بعض الجرائد في محاولة تافهة دار يطلعون تكفيرين، عرفتوا كلامي؟ في فرق بين أن نقول الكلام بتاع الصوفية ده كفر، وإن الدعاة الفلانيين من الصوفية يدعو الناس إلى الشرك، وفي فرق بين إنه نقول فلان ابن فلان ابن فلان كافر ولا مشرك، في فرق بين الموضوع ده والموضوع ده. لكن ده الناس ما بيفهموا وما دارين يفهموا، ما بيفهموا وما دارين يفهموا. لما نقول دعاء غير الله شرك والبدعو غير الله كافر من الكافرين، ده كلام عام، ما معناته محمد والدحمد كافر. في فرق بين تكفير المعين، والمعين ده معناته الشخص ده فلان ده، وفي فرق بين التكفير بإطلاق الحكم على العمل والحكم على العامل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بيدعو غير الله كافر في آيات كثيرة. الآية ذكرناها ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية دي معناته اللي بيدعو غير الله مش كافر، أكعب من باقي الكفار ذاته. وين؟ الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل ده استفهام إنكاري، العلامة العثيمين رحمه الله قال الاستفهام الإنكاري يفيد الإثبات أقوى من مجرد النفي المحض. يعني لو ربنا قال لا أضل ممن يدعو من دون الله قوية، لكن أقوى منها ربنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني ما حتجد ولن تلقى أحد
أضل من الزول البدعو دون الله. الزول البدعو غير الله، وبدعو الأولياء وبدعو الصالحين وبدعو الموتى. الله قال ما حتجد أحد أضل من ده، ده معنى الآية كده. طيب الزول اللي بيسجد للصنم لكن ما دعا غير الله، كافر ولا ما كافر؟ كافر. الله قال لك البدعو غير الله أكفر من ذاك ذات، لأنه قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله لن تجد أحدا، ده معنى الآية كده، أحدا أضل من الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ده دليل رقم واحد. دليل رقم اثنين، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر. الله قال اللي بيدعو غير الله اتخذ إله آخر مع الله، واللي بيتخذ إله آخر مع الله ده مشرك ولا ما مشرك؟ مشرك. ربنا ختم لك الآية يوريك انه كافر بجد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح منو ذيل الكافرون. الله قال البدعو غير الله كافر من الكافرين. الموضوع كده انتهى، لا محتاج لا لجوطة بتاع الصوفية ولا سيمانارات ولا مؤتمرات بتاعت اخوان مسلمين بتاعت لملمو الشغلة، ما في كلام زي ده. البدعو غير الله كافر، ده حكم عام ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.